فدايما دي كانت عندي مشكله اللي هو اه ده عباس هيتفلسف تاني ده مش فانا عندي فرصه ان انا اقعد مع ناس اعمل الحاجه اللي هي بتطورني انا شخصيا والحاجه اللي هي بتلهمني انا شخصيا في الحياه ان انا اتواصل بجد في المعرفه الحياتيه كلها اي نوع ايه هو المعرفه دي بشوف ان انا بالنسبه لي هو ده معنى الح... يعني ده اساس الحياه واساس الطاقه اللي بستمدها في حياتي من انا مش جاي الدنيا وما اعتقدش ان احنا كلنا جينا الدنيا عشان ناكل ونشرب وننافس بعض اقتصاديا مين هيبقى ي... يعيش احسن او يجيب عربيه احسن او بيت اكبر او بتاع احنا جزء من حياتنا ان احنا جزء من مهمتنا على في الحياه ان احنا ن... نكتشف العالم اللي احنا عايشين فيه ونعرف احنا جينا ليه نحاول نبقى سعداء بشكل صحي سعداء بشكل صحي يعني جزء من التجربه ما بقاش ان هو الاستمتاع هو لا الوصول للسعاده بان انا اعرف نفسي اطور نفسي واقدر افيد المجتمع اللي حواليا واقدر افيد اللي, مع... اللي اقل حظا مني سواء بان انا ادفعه الى ال... انه يطور نفسه او بان انا ادي له سبب للسعاده او سبب للنجاح أه... ان أخلي بلدي احسن ازاي اخلي مجتمعي احسن